رحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. ودلوقتي معادنا مع العصير، مش هنعزم عليكم دلوقتي بعصير، لكن تعالوا مع بعض كده نشوف المفيد هو ايه. ما احنا ساعات بقى واحنا بره البيت فعايز تشرب حاجة فيقول لك اصل الحاجة الساقعة والمياه الغازية مضرة، لا انا هجيب عصير. فتفتح التلاجة في اي سوبر ماركت ولا كشك في الشارع، العلبة اللي بتلاقيها ساقعة وتطمن على التاريخ بتاعها وتاخدها. اهم حاجة بنفضل احنا نقول ونحذر ما تاخدش حاجة فيها مواد حافظة، ما تاخدش حاجة مش عارفة فيها سكريات. بس احيانا تيجي تشرب العصير تحس ان هو ميه بسكر، يعني انا مش حاسه اصلا بنكهه العصير او طعم العصير، عشان بس هي ممكن النكهات هي اللي تفرق. يعني ايه عصير؟ وايه العصير الصحي اللي انا ممكن اشتريه؟ وهل لازم انا اعمله في البيت ولا ممكن اشتري من بره حاجه بس اخد بالي من واحد اتنين تلاته لما اجي اشتري العصير؟ وهل العصاير في البيت حتى لو انا هعملها ممكن تبقى بديل عن اني اكلها للناس اللي ما بتهتمش قوي باكل الفاكهه او ما بتحبهاش؟ فينا اللي بيشتري الفاكهه وتفضل في التلاجه لغايه لما تبوظ وتترمي محدش بيروح ناحيتها، لكن لو عملتها عصير هشربها، هل ده صحي؟ بتساعد على التركيز ولا لا؟ ايه علاقتها بزياده الوزن؟ كده عندنا أسئلة كتير عشان نحافظ على صحتنا وعلى وزننا في أحسن حال دايما. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي دكتور محمد سامح أبو زيد، باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. صباح الفل يا دكتور. صباح النور يا فندم، منور بحضرتك والسادة المشاهدين. هو أنا مش عارفة هو السؤال ده يعني صح لما أقول يعني إيه عصير؟ إحنا بالنسبة لنا العصير اللي نضربه في الخلاط بقى عصير. هو طبعا في عدة تعريفات للعصير، بس نجيبها كده بالتقسيمه بتاعتها. العصير الطبيعي يعني 100% عصير طبيعي بدون اضافه اي حاجه ولا حتى ميه، يعني اخد الفاكهه استخلصها زي ما هي كده. ده اسمه العصير الطبيعي، وده طبعا احنا ما بنعرفش نعمله في البيت لان احنا في البيت حتى لازم نحط ميه وسكر. طيب اللي موجود في السوق ده على صورتين، اللي هي العصاير التتراباك اللي موجوده او الازايز او الكلام ده. النكتار ده يعني من 25% تركيز عصير طبيعي لحد 99%. الشراب وده الشائع بقى اللي هو منتشر جدا دلوقتي في الاسواق ده من 10 يعني من 25% لحد 1%. اللي منتشر في الاسواق دلوقتي كله تقريبا تركيز 10%، فاحنا بنسميه نكتار. 10% عصير والباقي حاجات تانية، كله ميه وسكر ولون وطعم وكده يعني. ده اللي موجود في السوق. طبعا في حاجه ثالثه منتشره وكانت منتشره في رمضان جدا، اللي هي الصناعي 100%. الصناعي ما بيبقاش فيه اي نوع من انواع الفاكهه الطبيعيه، اللي هي البودر اللي هي الباودر. لا، وفي حاجه تانية في المدارس مثلا نلاقي علبه عصير ب 2 جنيه ب 3 جنيه، فكل ده صناعي 100%. ما بيحطلوش خالص اي فاكهه طبيعيه. طب انا يعني هو عشان اميز بينهم هل بيبقى مكتوب على العلبه ان ده نكتار ان ده؟ لازم يكون مكتوب، بس عشان الساده المشاهدين يبقوا فاهمين ايه الفرق. اللي مكتوب عليه نكتار بيبقى اقصى تركيز ليه 24%، انا اسف، من 25% لحد 99%. الشراب بيبقى من 1% ل 24%. العصير. وطبعا هو ده اللي بيفرق في السعر. طبعا. يعني ان هو نسبة العصير هي قد ايه؟ نسبة السكر بقى في الحاجات دي بتتحدد بناء على ايه؟ ما هو اكيد في نسب سكر بغض النظر عن السعر هي ضارة، يعني ممكن تبقى مدمرة للشخص. هو في الغالب يا بنستخدم سكروز اللي هو السكر العادي بتاع الشاي بتاعنا. وده التركيز بتاعه بيبقى تقريبا من 10% لحد 16-18%. حسب انا بستخدم ايه وعايز اظهر الطعم بتاعه ولا لا. يا سكروز يا بنستخدم حاجه اسمها هاي فركتوز او شراب عالي، شراب الذره، بنستخدمه كبديل للسكروز او بالاضافه مع السكروز، وده لازم يكون مكتوب على الليبل بتاعه. فكله ياخد باله، لازم يبقى عندنا ثقافه القرايه اساسا. يعني في حاجه اسمها المكونات، هتلاقي ميه، لب عصير طبيعي او مركزات عصاير طبيعيه، وده في الغالب معظمها كمان بنجيبها مستورده من بره، وحمض ستريك اللي هو ملح الليمون موجود في عصير الليمون، حتى ستات البيوت بيستخدموه في الشربات والحاجات اللي زي كده. طبعا لازم يعدل بقى الطعم واللون، يعني لان طبعا لما بحط نسبه عصير قليله بيبقى اللون بتاعه ضعيف. يعني حاجه بتقول بنستوردها من بره، يعني انا ما احطش في بالي انه في المصنع مثلا بتاع العصير هيعصروا لي البرتقانه ولا المانجا وياخدوا الحبه دول. مش دول الحاجه، الفاكهه المتوفره عندنا دي بنجيبها، لكن نلاقي مثلا عصير توت مثلا، عصير كوكتيل، الحاجات اللي عصير باينابل، اناناس، الحاجات دي كلها بنجيبها مستورده مركزات من بره. مركز يبقى عامل زي الشربات اللي حضرتك بتجيبيه وتخفيه بميه، نزوده بميه واحنا نجيبه هنا ونعدله بقى ونوصل لحد التي اس اس بتاعته
المظبوطة أو المواد الصلبة الذائبة الكلية يعني اللي هي بقى 10% 15% 16% حسب نوع العصير أو حسب الشركة وحسب الربح وحسب السعر. الأسعار طبعا زي ما أنت عارف حضرتك كل يوم في الطالع، فبالتالي بيضطر علشان يحاول يثبت السعر بتاعه يقلل في نسبة العصير اللي هي بتضاف ويزودها مية أو سكر، مية وسكر وطعم ولون أو الحاجات دي. طب يعني عايزه اقول ايه اضرار الحاجات دي؟ يعني انا بمسك حاجه من اللي حضرتك قلتها بمكوناتها، وقفت في السوبر ماركت ولا في الكشك هشتري علبه عصير، ايه الحاجات اللي انا اقراها اقول ده انا مش هيفيدني بحاجه؟ يعني ما واحد عنده هبوط، واحد ما اكلش وهو بره، فاقول هجيب لنفسي واحده عصير، ايه الحاجه اللي اخدها اقول انها دي ممكن تفيدني وتلحقني ودي لا؟ لو حضرتك بتعمل عصير في البيت دلوقتي، عصير عادي في البيت خالص، بتجيبي الفاكهه بايدك وبتحطيها في الخلاط مع شويه ميه وسكر، فانت كده عارفه المكونات بتاعتها ايه. ميه عصير، ميه فاكهه سكر، وممكن من غير سكر، وممكن من غير سكر. أيوة. يعني بغض النظر، بس انت خلاص اعتماد على سكر الفاكهه، في انواع من الفواكه فيها سكريات عاليه يعني في، لكن اللي بره هو ما بيعتمدش على كده، هو بيحط نسبه بسيطه من الفاكهه عشان يثبت السعر بتاعه عشان يقدر يبيع وينافس في السوق. وبالتالي بيضطر يحط بقى حاجه اسمها الوان علشان تعدل اللون بتاع العصير ويحط طعم. يعني انا دلوقتي لو انا حضرتك لو جربتي في البيت مثلا، خدتي كوبايه عصير برتقان على 10 كوبايات عصير ميه، فين طعم البرتقان؟ لا مفيش، يبقى في طعم برتقان خالص. هتضطري تحطي فليفرز بقى او طعم برتقان صناعي على اساس لما حضرتك تيجي تشربي تلاقي الطعم بتاع البرتقان. ثانيا اللون هيبقى لون شبه الميه، مفيش لون، فنضطر نحط لون صناعي. أيوة. على اساس يبقى يعادل اللون الطبيعي بتاع عصير البرتقان اللي حضرتك بتعصريه فريش ونبدا نشربه على طول مباشره. هي دي بقى الاخطار، علاوه على المفروض الاتجاه العام دلوقتي في التغذيه بصفه عامه، وخاصه للاطفال والجماعه اللي عايزين يخفوا الوزن بتاعهم شويه، او جماعه السبورت الرياضيين والكلام ده، ان احنا نقلل السكريات. السكروز ده مشكلته ان هو دايما، غير انه بيعمل تسوس للاسنان، دايما سبب رئيسي للسمنه في مصر وخاصه عند الاطفال، لان هم بيحبوا الحاجه الفيري سويت قوي طبعا، الحاجه المسكره جدا وكده. ثانيا بيقبل عليها برضو بشهيه عاليه الكبار، ما يقدرش يشرب عصير من غير سكر، فبيضطر يلجا لموضوع السكروز، وده من اكبر المشاكل اللي هي موجوده في التغذيه بصفه عامه. فاحنا بنحاول ان احنا كبتوع تغذيه دلوقتي ان احنا نبدل السكروز ده بحاجه تانية طبيعيه، اللي هي عسل البلح او دبس البلح. ده من مميزاته ان كل خلاصات البلح كمان بتبقى موجوده فيه، ونقدر نستخدمه كبديل امن للسكر. بس طبعا لما نيجي نعمل الفاكهه نستخدمه على الفاكهه الدارك الغامقه شويه، يعني مثلا زي الفراوله، ما نروحش استخدمه مثلا مع حاجه زي الموز، هيبقى اللون بتاعه بني غير مقبول، لان انا برضو ببص على ذوق المستهلك في تناول العصير او الفاكهه. يعني من مميزات عسل البلح حتى بالنسبه للاطفال وللكبار، كل الفيتامينز والمينرالز اللي موجود في ثمرة البلح نفسها احنا بنستخلصه، والسكريات اللي موجودة فيها كلها آمنة وقابلة للهضم وما بتعمليش مشاكل، فأقدر أبدل أعمل عملية زي تبديل وتوافيق ما بين السكر، أو حتى ولو بنسب، بدل ما استخدم 100% سكروز حتى 50%، وال 50% التانية أقدر استخدمها من العسل بتاعي كعسل البلح. طبعا بالنسبة للأطفال بتفيد جدا في مرحلة النمو، ما بتعملش فيرمنتيشن او تسوس في الاسنان. بس مش ده بيتمنع في وقت الدايت؟ يعني حتى هو كفاكهه البلح، ما بيقولوا ايه العنب المانجا البلح الحاجات اللي هي في وقت الدايت النسب تفرق. النسب يعني انا لو اكلت 3 بلحات كويسين جدا للدايت، لكن اكل 7 لا، اكل 10 لا. خدت بال حضرتك؟ يبقى الكميه هي او العدد هو اللي اي حاجه. اي حاجه خلقها ربنا، لو انا عايز اخف الوزن شويه اقلل منها. ما هو التغذيه حاجتين، او في موضوع الدايت ده في حاجتين، حاجه تفيد وحاجه تضر. اللي يفيد هاكل منه بكميه كبيره جدا، طب اللي يضر انا مش هقدر امنعه، ولكن اقدر اقلل منه على يعني قد ده يصحح فكر ان اللي بيعمل دايت مثلا وراح عند دكتور، او حتى دخل على الانترنت جاب نظام غذائي فعنده قائمه ممنوعات، والناس كلها ما بتكملش يا دكتور في الدايت، لانهم اللي هي ربع رغيف بمعلقتين فول بمش عارف ايه بيضه مثلا، ما حدش بيقدر يتحمل ده على طول. حضرتك قلت كلمه جميله قوي، دايت. طب ما بلاش دايت ونشتغل هيلثي فود او اكل صحي. الكلمه دي احلى. الاكل الصحي افضل بقى بكتير. الاكل الصحي معناها ان انا بعمل الاكل بتاعي بطريقه صحيه للصغير وللكبير والاولد مان، الراجل الكبير، أي كان نوع الاكل
اي مكان اللي موجود. طب هنفترض دلوقتي ان انا رب اسره دلوقتي وعندي اطفال نحاف، المدام عندي مثلا رفيعه، انا اللي مليان شويه، طب الاكل الصحي ده يخسس البيت كله ولا يتخن البيت كله ولا يعمل ايه؟ هو من الاسم بتاعه ان هو اكل صحي، فمعنى اكل صحي ان هو خلاص يبقى مفيد للكل. طب اللي عاوز يزود في الوزن شويه يكتر في الممنوعات، طب اللي عايز يقلل في الوزن شويه يقلل في الممنوعات، لكن يمنع خالص لا. حضرتك مش مع فكره المنع في ايا كانت الوزن وعاوز يخس بلاش ممنوعات. انا بقول مثلا الموز مثلا يزود الوزن شويه لما بيتحول من النشا للسكر اللي هو المستوي يعني. طب ما انا بدل ما اكل موزايه اكل نص، يبقى انا اكلت ولا ما اكلتش؟ اكلت اللي على البلح لو انا كترت منه شويه يرفع الوزن، طب ما انا اكل ثلاثه يبقى ما يزودليش الوزن، وهكذا. المانجا تعمل لي مشاكل في الكلى، هو لازم اكل مانجايتين؟ طب ما ناكل حته من المانجا، ممكن واحده أشرب صغيره، ربع كوبايه عصير، يبقى انا الحاجه ما زودهاش علشان ما تتعبنيش وما تعمليش اي مشاكل. مش مع بند بقى مثلا يلغي النشويات خالص، لا 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 ما اقدرش، ما اكلش مكرونه، لا ممكن اخد كميه صغيره عليك. او رز صغير، ما اقدرش امنع، لان انا لو منعت يبقى انا كده. دايما الجماعه اللي هم بيعملوا دايت دول ودايت قاسي كمان بيحصل لهم مشاكل كبيره جدا في الجسم، بيبقى نقص شديد جدا في الفيتامينات والاملاح المعدنيه، دايما يجي له هبوط ويقع، شعره يقع، وشه يكرمش، بيحصل له مشاكل كبيره جدا. يبقى انا عشان انزل بطن مثلا او انزل جناب او انزل عندي مشكله في حته جسمي كله، ابهدل جسمي كله. طب انا لو مشيت بقى اللي هو المشي الامن في الاكل بتاعي، ما هو الاكل قدامي، الاكل ده وانا فلوسي في جيبي، اقدر اروح اي مكان اجيب منه اللي انا عايزه، لكن اقدر اتوازن بقى في كميات الاكل اللي انا عايزها. انا دلوقتي حضرتك معزومه عندي وانا حطيت قدامي كل انواع الاكل، انا عارف ازود في ايه واقلل في ايه، بقت هي خلاص اوتوماتيك. بس اكلت ده من ده على نفسي ومن ده وما حرمتش نفسي من حاجه، خدت معلقتين رز، خدت شويه خضار، خدت حته لحمه، خدت شويه سلطه، فبدات انوع في الاكل بتاعي. حتى الكحك مثلا، كان عندنا العيد وكحك العيد بالزبط. او حتى الكحك مربوط عندنا مثلا بالعادات والتقاليد، الجواز والحاجات اللي زي كده دايما يتعمل فيه كحك. طب ما انا اكل كحك لازم اكل طبق. طب ما انا اكلت واحده، اكلت ولا ما اكلتيش؟ اكلت، مش لازم ارش عليه السكر برضه، في ناس حتى لو رشيتي خفيف يعني مش لازم ان انا اكتر، ممكن تتحايل على نفسها عشان تاكل عليك. لكن اكل كميه بسيطه، دقت ولا ما دقتش؟ هي دي. والفاست فود على سبيل المثال يعني بقدر المستطاع اقلل منه على قد ما اقدر، بلاش ان انا اكل منه في كميات كبيره بس عشان الدهون المشبعه والحاجات اللي زي كده. لكن خلاص انا اتعزمت في مطعم، خلاص اللي حصل حصل، المره مش هتعمل حاجه واختار حاجه صغيره، لا تعمل بس ما اكلش منه كميه كبيره، هي دي الفكره. اخد حاجه صغيره، مبدا يبقى مبدا في حياتك، ادوق من كل حاجه، يبقى انا ما منعتش نفسي. عندي بيتزا او انا لازم اكل بيتزا، اكل قطعه كده. حلو الفكره برضو، انا ما منعش بس اقلل الكميه. استاذنك معانا استاذ فرحان، صباح الفل. صباح الخير. صباح الفل يا استاذ فرحان، اهلا بيك. الحمد لله. اتفضل اتفضل سؤالك. انا على الشاشه بكلمه مع بعض. لا حضرتك معانا على الهواء، اتفضل سؤالك دلوقتي. ايوه حضرتك معانا. صباح الخير. صباح الفل يا استاذ فرحان، اهلا بيك. يفرح قلبك يا استاذ. انا دلوقتي مثلا انا عندي سكر من النوع الثاني. ايوه الف سلامه عليك، اتفضل كمل. عندك سكر من النوع الثاني؟ من النوع الثاني. فدايما ببقى طول الوقت بره في الشارع، فدايما بشرب ميه، ده حاجه اساسيه. ايوه. لكن دايما بنسمع عن ان في عصاير اللي هي بيور. ايوه. هل هي فعلا مفيده لمرض السكر ولا انت ايه راي حضرتك؟ تمام حاضر دكتور، جاوب عليك. شكرا ليك يا استاذ فرحان. عنده سكر من النوع الثاني، بيبقى وقت طويل بره البيت، بيشرب الميه بشكل اساسي، لكن لما بيحتاج يشرب العصائر اللي بيبقى مكتوب عليها انها خاليه من السكر وبيبقى فيها النسبه زي ما حضرتك قلت بتاعه العصير مكتوبه اكبر، هل دي تنفع ومفيده لمريض سكر ولا لا؟ مفيده لمريض السكر، يقدر يشرب منها بامان، ما فيهاش اي مشكله خالص، لان هي بتعتمد على السكر الطبيعي بتاع الفاكهه بس. ما يجيش مثلا يشرب عنب احمر لان السكر اللي فيه جلوكوز يتعبه، لكن يشرب مثلا رمان، يشرب برتقان، بيبقى 100% عصير طبيعي، يا دوب متضاف له بس ميه، ده بيبقى مركزات من العصاير الطبيعيه،
ما بنحطلهاش بقى سكر ونعدلها بسكر وطعم ولون، ده احنا يا دوب بنحط لها بس ميه، فبالتالي هي عصاير طبيعيه 100% ما فيهاش اي مشكله. يعني الانواع المعروفه اللي بيبقى مثلا بشتريها في امان مكتوب عليها من شركات محترمه، وان هي هو يعني هو اتفضل وقال اسم معين، لكن احنا برضو مش هنقول اسماء شركات معروفه، لكن بيبقى كميه العصير فيها طبيعيه ما فيهاش سكر، صح؟ الاعتماد على سكر الفاكهه عصير وميه فقط. بالظبط كده، تمام. ولو حد يعمل عصير في البيت، ايوه، المعتاد دايما في العصاير اللي بنعملها في البيت بصفه عامه ثلاث مكونات، ميه سكر فاكهه. ايوه، بس هسال حضرتك سؤال، انا لما باجي اكل فاكهه في البيت بحط عليها سكر ولا باكلها كده؟ باكل جوافه كده صح؟ اه طبعا، باكل فراوله كده. يبقى انا بدل ما احط سكر عليها وبدل ما احط ميه بكميه كبيره، انا احط ميه كميه صغيره بس تضرب في الخلاط، فبالتالي بيعتمد على الطعم الطبيعي بتاع السكريات الطبيعيه اللي موجوده في الفاكهه. واقدر اعمل عصير طبيعي في البيت من غير سكر خالص. لا ده احنا ممكن حضرتك بنعمل افتكاسات، يعني اضرب العصير روح عامله كريم شانتيه كده واحطه على على الوش مثلا، لو انا عملت كوكتيل او عصير واحط فبخليت الكوبايه ديناميت. ما احنا بنعمل الكلام ده اصلا، كل واحده في بيتها بتحاول تعمل افضل حاجه لاسرتها، وبالذات للتشيلد بقى عند الاطفال وكده، وعايزه اشربهم حاجه طبيعيه، عايزه فبغريهم بالاديشن او الاضافات اللي احنا. طب الكميه دكتور تفرق؟ يعني يقولوا لنا لو انت هتاكل فاكهه فانت لو ما ضغطها بتاكل ثمره بالكتير، يعني اكلت اتنين، لما اجي اضرب عشان اعمل كوبايه او كاس كده ممكن اكون ضربت 3-4-5 وحدات من ثمره الفاكهه، فاكلت كميه اكبر، فهل دي فيها ضرر ممكن ان انا اقلل منها ولا عادي؟ ما هو انا مش كل ساعه هشرب كوبايه عصير، ده في اليوم كله ممكن اشرب كوبايه او اتنين مثلا على سبيل المثال. فكده ما يبقاش فيه ضرر، الضرر دايما في الزياده، الحاجه لما بتزيد عن حدها. الحاجه لما بتزيد قوي، يعني انا بحب الموز، اكل 5 كيلو موز؟ لا طبعا. يوم ما هاكل ايه، موزتين ثلاثه اربعه على مدار اليوم كله. ده لو اكل، لو انا ضربت الاربع موزات في كوبايه عصير واحده يبقى دي كفايه قوي ما اكررش باقي اليوم. ما هو مش اربع موزات برضه هيعملوا كوبايه عصير، موزايه هتعمل كوبايتين عصير. لا انت قصدي حضرتك الحاجه دي مثلا في الاورنج مثلا، في البرتقال مثلا. ايوه، في البرتقال مثلا انا لازم اربع برتقانات على عشان يعملوا لي كوبايه عصير. جوافه كده برضو بيحط يعني مش بكميه كبيره قوي. واربعه ده مش كبيره. طيب نشوف سؤال مريم، سمحت لي. يا مريم صباح الفل. يا مريم. الو يا مريم صباح الفل. ايوه يا مريم صباح الخير. انا معاكي. انا سامعاكي، اتفضلي سؤالك. خلاص؟ ايوه يا مريم. ايوه قولي السؤال يا مريم، احنا سامعينك، قولي. ما انا بقول لك اهو، جوزي عنده السكر. ايوه. التراكمي 10. فبيحب العصير جدا. ايوه. ممكن يشرب في الشارع، ممكن يشرب في البيت، والسكر بيعلى، فهل خطر عليه ان انا اديله من الشارع ولا في البيت احسن؟ انت لما بتجيبي له من الشارع وهو بيختار العصير بينقي، يعني زي ما الدكتور كان بيقول عصير مثلا ما يبقاش بيبقى مكتوب عليه ان هو ما فيهوش. لا ممكن بيشرب عصير قصب. عصير في. طيب يا مريم الف سلامه عليه، والدكتور يجاوب عليكي حالا. انا فاكراها بتجيب عيله بتقول لك بيشرب عصير قصب. طبعا غلط طبعا، مريض السكر. ما هو السكر اصلا بيطلع من القصب. فهو طبعا بيشرب كده حاجه، طبعا نسبه تركيز السكر فيها 30%، فده صعب جدا طبعا. هي جاوبت على نفسها من قبل ما تقول اي حاجه. لكن هو يقدر يشرب مثلا عصير برتقال من العصاره العاديه خالص. أيوة. يقدر يقول لبتاع العصير اعمل لي عصير من غير سكر، يقدر يعمل له اي فاكهه هو بيحبها بس من غير سكر خالص، من غير اضافات خالص، اي سكريات خالص. وفي البيت هي مشكورا تقدر تعمل له العصير بتاعه من غير سكر، ولو مضطر لحاجه سويت او مسكره تقدر بقى تستخدم حاجه امنه زي الفركتوز مثلا، بيتباع في الصيدليات تقدر تحل بيه، وده اسمه سكر الفاكهه، تقدر تستخدم منه برضه بنسب امنه. وثانيا مريض السكر ده لازم يكون متعود على ان الحاجه بقت مش فيري سويت، يعني خلاص ما بقتش مسكره قوي، المفروض هو تعود يعني، هو مقلل نسب السكر في كل حاجه. او لو اضطرينا مثلا للمحليات الصناعيه نستخدم حاجه امنه زي الاستيفيا مثلا، ده طبيعي، الاستيفيا دي محلى طبيعي، نستخدم مثلا حاجه زي السكرالوز، ده صناعي بس امن ومصرح به من الاف دي اي وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه. طيب يا مريم السكر اللي انت بتحطيه في حاجات امنه بتشتريها من الصيدليه او من السوبر ماركت الكبير زي ما الدكتور كان بيقول، تقدري تحللي بيها العصير انت في البيت لما تعمليها له، ولو هيشرب هو بره بلاش عصير القصب، يشرب بقى اي فاكهه تاني، يقول للراجل اضربها لي بس من غير ما تحط عليها سكر يعني. يا استاذ عماد صباح الفل. يا مدام امال صباح الفل. نعم.
صباح الخير. اهلا بيكي، صباح الفل عليك، اتفضلي. لو سمحتي عايزه اكلم الدكتور. سامعك، اتفضلي. اهلا وسهلا يا فندم. عندي كل ما اشرب عصاير من المجفف او عصاير من اللي بره دي يجيني اسهال على طول. بيجيلك اسهال؟ على طول باستمرار، اي ما اشربها كده بعد ما اخلصها يجيني اسهال. يعني انت لاحظتي ان ده بيحصل لك مع العصاير بس ومتكرره ان مع العصير؟ مع العصير على طول، اي نوع عصير مجفف ده اعمله في البيض بالميه بده يجيني اسهال. فجربتي يا مدام امال تعملي العصير انت في البيت وما حصلكيش كده ولا ما جربتيش؟ لا جربت بس مش هيحصل لي. لا ما بيحصلكيش غير من اللي بره. طيب حاضر دكتور يجاوب عليكي، شكرا ليكي. ده زي ما قلت لحضرتك انا بحط لون صناعي وطعم صناعي. ايوه. فده بيعمل مشاكل في المعده وفي الجهاز الهضمي كمان بصفه عامه، وكل دي تعتبر زي سموم بتتركز في الكبد. فكل ده بيحصل مشاكل. في ناس عندها حساسيه وهي ما تعرفش لانواع معينه من الكيماويات. ما هي دي مواد كيماويه انا بستخدمها. بس اقول لحضرتك هو حد عن التاني بيفرق، يعني ممكن حد تاني ما بيجيلوش كده، فهي كده عندها حساسيه من الحاجات دي. عندها حساسيه من الالوان الصناعيه او من الطعوم الصناعيه، وبالتالي ما تلجاش للحاجات دي خالص. ما فيش افضل من الطبيعي اللي اعمله في البيت بايدي، ابقى حتى عارف المكونات بتاعته ايه. وهي جربت وبتقول لما بعمل في البيت ما بيحصليش كده. وزي ما قلت لحضرتك نقدر نتحكم في السكريات اللي احنا بنضيفها للعصير بتاعنا ده. ايه قولي، في البيت مش هتحطي له الوان صناعيه ولا مواد كيماويه، ف بلاش بلاش يا مدام امال الحاجات اللي بره دي يعني. طب انا عايزه اروح مع حضرتك بقى للكوكتيل. وبرده دي من الحاجات اللي لو جاوبنا على مريض السكر لو هيروح ياخد عصير من على الرف ولا الثلاجه هيختاره ولقى الكوكتيل. حضرتك قلت بلاش العنب، بلاش المانجا، بلاش الحاجات دي. ولو هعمل انا كوكتيل في البيت، موضوع الكوكتيل ده ايه ومفيد ولا ليه اضرار ولا؟ هو الكوكتيل بتعريفه البسيط خالص عباره عن مجموعه عصاير محطوطه بترتيب معين كده او بشكل معين، شكل جمالي معين حتى يجذب المستهلك. هم ما فكروا في موضوع الكوكتيل ده، فكروا فيه بحيث ان المستهلك واخد على ان عصير مانجا بس، عصير برتقال بس، عصير جوافه بس، عصير حاجه واحده بس. بداوا يفكروا ان هم لما يعملوا الكوكتيلات دي على بعض يقدر يجذب المستهلك ويبيعها بسعر اعلى. وقد كان فعلا يحط المانجا من تحت لونها اصفر، عليها الجوافه لونها ابيض، عليها البرتقال او الفراوله لونها احمر، بعد كده عليها البرتقال مثلا من فوق. ده لو من الراجل بتاع العصير يا دكتور ببان الالوان، لكن انا بدي حضرتك مثال يعني. لكن في السوبر ماركت هي بتنزل لون واحد. لا بس الكوكتيل اللي بتسالي عليه في العلب التتراباك ده اصلا جاي مستورد من بره مركزات، ويا دوب انا بعمل لها تخفيف. هو ده اللي كنت بسال عليه. ده طبعا بيبقى ده ضرر، ده ما ينفعش المريض السكر خالص، لان من ضمن الحاجات اللي بتخش فيه ممكن يخش في العنب، ممكن يخش في المانجا، ممكن يخش في حاجات لا تصلح لمريض السكر. فالافضل ان احنا نبعد عنها تماما كمريض او كتخفيف وزن. لكن لو انا بعمله بقى زي ما بقول لحضرتك كده في العصاره العاديه او اعمله انا عندي في البيت، اقدر اعمل كل عصير لوحده وابدا اعمل انا كوكتيل تجذب الاطفال حتى ياخدها، قيمه غذائيه عاليه خاصه الاطفال اللي ما بتاكلش فاكهه معينه. هحطها له في الوسط بتاع الكوكتيل فتتاكل الفاكهه يقدر يستفيد بيها. فيبقى ده مش حاجه ضاره، لكن برضو الكميه اللي انا هحطها من كل حاجه خليها معقوله. فما كله في المعقول، وبالذات اللي عايز يخف الوزن. انا نفسي اشرب مانجا، طب انا ما اجيبش كوبايه بقى، طب ربع كوبايه. بالظبط. طب لوحدها ما انا مش بعت، طب احط معاها شويه جوافه، احط معاها شويه فراوله كده يعني. ايوه صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور، المعلومات سهله وبسيطه ومفيده، ونورتنا وسعداء بوجود حضرتك معانا. دكتور محمد سامح ابو زيد، باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، صباح الفل على حضرتك مره ثانيه. دلوقتي نخرج مع حضراتكم لفاصل ونرجع نشوف لو عاوز تبتدي مشروع تحسن بيه دخلك وتحط رجلك كده على أول الطريق، تعمل ده إزاي بعد الفاصل.